السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام هذا الدرس سيكون عبارة عن تتمة للدرس السابق وذلك نزولا عند طلب المتابعين الأوفياء للقناة فمباشرة بعد مشاركتكم هذا النيتش المربح وجدت العديد من التعليق تطلب مني أن أقوم بشرح طريقة إنشاء المحتوى الخاص بهذا النيتش كما تلاحظون أمامكم وكما تلاحظون إخواني فأنا دائما أحاول أن أجيب على أكبر عدد ممكن من التعليق وبالنسبة للأشخاص الذين لم أتمكن من إجابة عليهم فليسامحوني وليتقبلوا عذري لأنه فعلا لا يسعني الوقت للإجابة على الجميع لذلك اليوم إخواني وبعد هذا الكم الهائل من التعليق قررت أن أريكم طريقة الخاصة في إنشاء أو تصميم هذه النوعية من الكتب إذا إخواني حاولوا التركيز قليلا فالطريقة سهلة جداً لكن قبل البدايه لا تنسوا الضغط على زر اعجاب ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، وان كانت اخي اختي هذه هي اول زياره لك للقناه فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا اول باول. اذا كما شاهدتم في الحلقه السابقه فهذا هو الكتاب او النيتش الذي قمنا بمشاركته معكم فهو نيتش مربح جدا. وسوف نقوم بالدخول الى الكتاب لنلاحظ كيف صمم المحتوى الخاص بهذا الكتاب إذا اخواني هذا هو المحتوى بالنسبة للأشخاص الذين لم يفهموا هذا النيتش فهذا النيتش عبارة عن ألغاز مكتوبة مثلا كلمة هنا وسوف تبحث عنها في هذه الحروف وتقوم بوضع إطار عليها فمثلا هنا لاحظوا هنا أمازون أقوم بالبحث هنا إذا ها يد أمازون هنا أقوم بوضع إطار عليها وهكذا دواليك حتى أتمم جميع هذه الكلمات إذا أنا سوف أقوم بإنشاء نفس هذه النوعية من الكتب وكل مرة سأختار مثلا موضوع خاص بها إذا هذا هو الموقع الذي سوف نعتمد عليه أذهب هنا مثلا وأقوم بكتابة مثلا animals name كعنوان بالنسبة للأشخاص الذين لا يجدون اللغة الإنجليزية ويجدون صعوبة في إيجاد هذه الأسماء الخاصة بالحيوانات فما عليك أخي سوى نسخ هذه الجملة هكذا والذهاب إلى جوجل ثم تقوم بلصقها بهذا الشكل ثم بحث بعد هنا أقوم بالدخول إلى أول موقع لاحظوا معي إخواني هنا مجموعة كبيرة من الحيوانات أو أسماء الحيوانات لاحظوا معي إخواني اقوم بالذهاب مثلا واختيار 11 حيوان واقوم بالعوده الى الموقع اذا هنا لدينا مثلا عدد الحروف التي سوف تكون على العرض وعدد الحروف التي سوف تكون على الطول سوف اعود الى الكتاب ثم اقوم بحسابه هذه الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 في العرض ثم في الطول واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر ستة عشر اذا اربعة عشر في افقيا وستة عشر عموديا اقوم بكتابة اربعة عشر وستة عشر اقوم بالنزول هنا هنا اقوم بترك هذا الاختيار الاوسط فهنا يعني مدى صعوبة البازل أو الألغاز التي سوف نقوم بإنشائها أقوم باختيار مثلا الوسط ثم أقوم هنا بالنزول وإختيار ايميج بالنسبة للأشخاص الذين يريدون إنشاء أو مشاركة هذه المحتويات عبر مواقعهم أو مدوناتهم فيمكنهم تحميلها عن طريقة الـ HTML ثم هنا إخواني أترك هذه كذلك كما هي وهنا أقوم بلسخ أسماء الحيوانات التي قمت بنسخها سابقا وأزيل هذه الأرقام ثم عند الانتهاء هكذا إخواني أقوم بالضغط على هذه الخانة create my puzzle وعند الانتهاء اخواني تظهر لنا النتيجه بهذا الشكل، لكن المشكل البسيط هو انه لا يمكنكم اخذ هذه الصفحه مباشره ورفعها في الكتاب لانها ستظهر صغيره جدا وعند محاولتكم تكبيرها فسوف تظهر هذه الحروف بلون باهت جدا، لكن لدي الحل فتابعوا الطريقه التي اتبعها اخواني اقوم اولا بفتح ملف الوورد بهذا الشكل. أقوم باختيار هذه الخانة من هنا ثم أذهب إلى السايز ثم أقوم باختيار 8.5 في 11 هذا هو يعني القياس الخاص بهذه النوعية من الكتب إن لم أجدها هنا أقوم بالذهاب واختيار مور وهنا أقوم باختيار مثلا هذا الاختيار وأذهب إلى جوجل ثم أقوم بكتابة سنتيمتر 2 إنش أو العكس إذا هنا لدينا مثلا 8.5 هي مقابلها بالسنتيمتر هو هذا أقوم بالعودة هنا وأقوم بكتابتها بهذا الشكل ثم أعود وأختار مثلا هنا 11 ثم بعد أقوم بنسخ المقابلة بالسنتيمتر كذلك إذا هنا كما تلاحظون تغير القياس الخاص بي إذا بعد ماذا سأفعل؟ أقوم بضبط الصفحة بالضغط على كنترول ثم الزيادة والنقصان من الماوس إذا إخواني أول شيء سوف أقوم به هو الذهاب إلى هذه الخانة هنا أنسر ثم أذهب إلى تكست من هنا ثم أقوم باختيار أول اختيار بهذا الشكل ثم بعد هنا أقوم بإزالة الكتابة داخل هذا الإطار ثم هنا سوف احدد هل ساقوم بمحاوله تقليد هذا الكتاب كما هو بهذا الشكل ام انني ساختار طريقه خاصه بي، سوف نقوم نحن بتقليد نفس الطريقه التي قام الكاتب بتصميم المحتوى الخاص به بها لانها فعلا طريقه اتت اكلها رغم ان العديد لن هذا، لن يعجب هذا التصميم لكن الكتاب يباع وما يهمنا نحن هو الزبون اذا اقوم بالعوده هنا وأختار مثلا هذا الإطار أقوم بوضعه على هذا الشكل ثم أقوم بنسخ الإطار Ctrl C ثم Ctrl V أقوم بالنزول بهذا الشكل دائما أقوم باحترام الهوامش ثم أقوم بالعودة إلى الموقع أقوم باختيار كوبي بازل بهذا الشكل ثم أعود هنا وأقوم بلصقها بهذا الشكل، ثم أقوم بالضغط عليها هكذا، ومحاولة مطابقة الحروف مع الجدول أو الإطار، بهذا الشكل، ثم أقوم باختيار مرة أخرى هذا الاختيار بهذا الشكل، ثم بعد هنا أقوم بلصق الكلمات. أعود إلى الموقع وأقوم بنسخ بهذا الشكل إذا إخواني كما لاحظتم بهذا الشكل فسنبحث مثلا على على كات إذا ها هي كات كما تشاهدون وبهذه الطريقة كذلك أقوم بإنشاء جدول الغاز آخر وأضع هنا الكلمات المفتاحية الخاصة به أقوم كذلك بالعودة إلى الموقع وأختار مثلا كلمات أخرى وأقوم بوضعها وأخذ هذا الجدول الخاص بها واقوم برفعه هنا واقوم بكتابه الكلمات كذلك هنا وبالتالي سوف تكون لي كل صفحه بها جدولان مع مجموعه من الكلمات الخاصه بهما بهذه الطريقه اخواني تقومون بانشاء عدد العدد الذي تريدونه من الصفحات وعند الانتهاء اخواني لا تنسوا محاوله وضع رقم للصفحات بهذا الشكل اختاروا واحده من هذه الاشكال حتى تظهر لي كل صفحه بالرقم الخاص بها، حتى يتسنى لكم وضع الاجوبه الخاصه بكل صفحه في نهايه الكتاب، حتى ان تعذر على الشخص ان يحل احدى الالغاز الخاصه باحدى الصحف يقوم بالعوده الى نهايه الكتاب ومحاوله ايجاد الحل الصحيح لهذه اللغز. والحل تجدونه بالعوده الى الموقع ثم اختيار هذا الاختيار يظهر لكم الاجابه على اللغز ومن هنا يمكنكم نسخ الجواب. اذا اخواني اعود واتمم تصميم الكتاب فكما تلاحظون هنا الصفحه التي قمنا بانشائها اقوم بنسخها ولصقها هنا في صفحه جديده ثم اقوم بازاله الكلمات وكذلك الحروف والاحتفاظ فقط بالاطار. لان هذا الاطار هو الذي سوف يتكرر في الصفحات الاخرى للكتاب ثم هكذا كما تشاهدون اقوم ب Ctrl C ثم Ctrl V او كوبي كولي عن طريق الماوس بالضغط على الزر الايمن ثم بعدها اقوم بتحديد عدد الصفحات التي اريد انشائها حسب الطلب ساقوم بنسخ اللغز الاول والحروف المقابله له في الصفحه الاولى حتى اريكم كيف ستظهر الصفحه إذا هكذا كما تشاهدون بعد الانتهاء من ملء الصفحات الأخرى ركزوا معي إخواني فيجب عليكم أن تقوم بالذهاب إلى فايل ثم عند حفظ الملف فتذكروا إخواني يجب عليكم أن تختاروا الصيغة PDF فهذه الصيغة هي التي تحافظ لنا على المحتوى الخاص بنا بدون أن يقع فيه أي مشكل اذا اخواني وصلنا الى نهايه الفيديو لمن لم يشترك بعد في القناه فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا اول باول